ألا يسأل عن إذا راجع زوجته هل يعقد عليها مدة أخرى ويدفع مهر؟ هذا فيه تفصيل. إن كان الطلاق رجعيا طلقها دون الثلاث فله أن يراجعها ما دامت في العدة بدون عقد، لأنها زوجته ما دامت في العدة وطلاقها أقل من الثلاث ولم يأخذ عليه عوض، ما طلاق على غير عوض وهو دون الثلاث، له رجعتها ما دامت في العدة بدون عقد. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. المطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار على الخلاف. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أما إذا كان الطلاق بائنا، إذا كان الطلاق بائنا استكمل الثلاث أو دون الثلاث لكنه على عوض، هذا طلاق بائن، بينونة صغرى أو كبرى، هذا لا بد من العقد ولا بد من المهر، عقد ومهر وشهود وولي، لا بد من هذا ويكون برضاها. أما الرجعة فإنها حق له ولو لم ترضى هي، لأنها زوجته. نعم.